مشاهدينا ومتابعينا عبر جريده الحدث بودكاست، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه المحمديه، بالضبط من دوار الصافي اللي كذلك من اقدم الدواوير بمدينه المحمديه واللي في عدد كبير من الساكنه. اليوم جاء الفرج، العمليه ديال هدم دوار الصافي مستمره من الساعه الاولى من صباح اليوم. العائلات يعني كيهزوا الرحيل ديالهم، اكيد الكل سعيد وفرحان حيت غياخذ اكيد الاستفاده ديالهم وسكن لائق احسن من العيشه كما قلنا في الكاريان. حنا كنعرفوا الكاريان يعني كبروا فيه ناس، خرجوا منه اساسيده، خرجوا منه مهندسين، منه محامين، منه لاعبين. يعني الكاريان كما كان الحال كانوا عايشين فيه عائلات، كبروا الابناء ديالهم سنوات وسنوات. كاين اللي غادروا السكن الصبيحي منذ سنوات، وكاين اللي ماشي بالمقدور ديالهم انهم يغادروا حيت الامكانيات ما كايناش. الان كما قلنا العمليه ديال الهدم بدات، دوار الصافي كما قلنا متابعينا، العائلات كيجمعوا في الرحيل ديالهم. اكيد كاين ذكريات، ذكريات الجمل الجميل، اي واحد غيغادر الكاريان وين اللي عنده ذكرى ذكريات في الكاريان ديال دوار الصافي كباقي الكاريانات اللي مدينه المحمديه واللي تم الهدم ديالهم. مجموعه ديال الناس خداو الاستفاده، كاين اللي خداو الموقع وكاين اللي خداو شقق، اكيد الله يدير لي فيها الخير. كما قلنا كما كان الحال السكن اللائق احسن من العيشه بهذا الشكل هذا. اكيد كما عرفوا جميع العشوائي ديما كيكونوا فيه مشاكل، كانت الله يحفظ العافيه كتسبب مشاكل كبيره وضرر كبير. كان تماس كهربائي كيدير لكم مثال كيتسبب ضرر كبير، كان الصاد كيقهروا من القصدير، كان البرد والشتا القطره، وزيد 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 والغيث وعده امور يعني كتوقع في الكاريان. الله يدير لي فيها الخير. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا العمليه مستمره، اجواء عاديه، العائلات يعني متقبله الوضع. جاهم يعني الخبر ديال الهدم قبل تقريبا اسبوع، الناس وجدوا الرحيل ديالهم، كلشي كيقلب على الكرا. وكذلك هذه رساله للناس اللي كيكريو انهم يتريتوا ويتكيسوا على الناس، ماشي بيت تحسبوا لي ب 1500 ولا بيت تحسبوا لي ب 1300، عيب وعار وحشومه. راه الناس على قد الحال، الناس راه ماشي عندهم امكانيات، حيت كون كان عندهم الامكانيات ما غتلقاش الكاريان، عايش سنوات وسنوات، الانسان يتقى الله شويه. وكاين بعض الناس اللي ما كيبغوش يكريو الناس ديال الكاريان بشكل نهائي، كيقول لك لا ما نكريش اصحاب الكاريان. علاش اللي ما تكريش اصحاب الكاريان؟ شنو المشكل؟ راه حتى هما مربيين، حتى هما كياكلوا حتى هما بحالنا لحم وعظم، حتى هما كياكلوا بحالهم بحال كاع الناس، كياكلوا الخبز واتاي واللحم والدجاج والخضره، شنو الفرق بينك وبينهم؟ والو، غير انت ساكن ساكن لائق وما ساكن في كاريان. ربي تفرج عليهم. السيده القائده جات تواصلت معاهم هي واعوان السلطه والقوات المساعده، ولبوا النداء وتقبلوا القرار ديال الهدم باش انهم ياخذوا سكن للائق. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا العمليه غاده في احسن الاحوال، العائلات كيجيكم في الرحيل ديالهم. اكيد كما قلنا ذكريات وذكريات، اي واحد في هذا الكاريان والا عنده ذكريات وذكريات، حتى واحد ما غينسى كيفاش تولد، كيفاش عاش، كيفاش دوز طفوله، كيفاش دوز دراسه، كيفاش دوز الاعياد، كيفاش دوز المناسبات في هذا المكان هذا. ولكن اكيد شاءت الاقدار وفي يوم من الايام كيتغير الحال، والحال غيتغير لما احسن باذن الله. حيت كما قلنا السلطه جات متبعه الوضع عن كتاب كما كتلاحظوا معنا، والعمليه ديال الهدم مستمره. اكيد مجموعه من الكاريانات اللي تم الهدم ديالهم مدينه المحمديه، اللي من دوارش منهم دوار الشحاوطه اللي كان من احسن يعني اكبر الدواوير مدينه المحمديه واللي في عدد كبير ديال الساكنه. القائده دارت الواجب ديالها في الكاريان ديال الشحاوطه، وكانت العمليه دازت في احسن الاحوال. الناس دوزوا القرعه ديالهم، الناس استافدوا، الناس البقيه كينتظروا ينتظروا يعني النوبه ديالهم باش ياخذوا كذلك ومثال الاستفاده. كذلك ومثال الاختبار الثاني ديال القائده اللي جات دوار الصافي، والعمليه كما غاده في احسن الاحوال، كما مشات في احسن الاحوال في شحاوطه، كذلك ومثال غاده في احسن الاحوال في دوار الصافي. يعني ما كاين لا مشاكل لا صداع لا والو، الناس تقبلوا الامر والناس فرحانين اكيد، حيت كما قلنا شكون كرا انه يعيش عيشه محسن. فرصه جات لهاد الناس انهم ياخذوا واحد السكن للائق، اكيد لبوا النداء وتقبلوا القرار ديال السلطه. وكما قلنا القائده الكل اكيد كيتكلم عليها بطيبه،
والامور كما قلنا غدا في احسن الاحوال. وقفت على شغلها من الساعه الاولى من الصباح، لا قوة الله اكبر، وقفت على شغلها من الساعه الاولى من الصباح، دارت الواجب ديالها، الامور كما قلنا غدا في احسن الاحوال، السلطه غدا واقفه على شغلها، والطاكس كما خدامه كما قلنا خدامه بشكل سريع ووتيره سريعه باش تتم العمليه ديال الهدم احسن الاحوال. خليكم معنا مشاهدينا متابعينا في هذا البث، كما كتلاحظوا معنا العمليه غاده ديال الهدم بدوار الصافي. خويا محمد هذا الكاريان جا قبل الطلعه ديال اللويزيه، ملي كتفوت المصلى في اتجاه اللويزيه كاين دوار الصافي كما كتلاحظوا معنا. هذا واحد الكاريان اللي كما قلنا من الكاريانات اللي كيتواجدوا بمدينه المحمديه، واللي اقدم كذلك من اقدم الكاريانات بالمحمديه، اللي سنوات طوال كما كتلاحظوا معنا. يعني شوف معنا العائلات يعني كيودعوا المكان اللي يعني هاد السيده كتصور المكان اللي كانت ساكنه فيه واللي كانت عايشه فيه، يعني ذكريات لا تنسى. الناس كما قلنا تاريخ ديالهم هنا، كاين اللي تزاد هنا، كاين اللي دار السبوع هنا، كاين اللي تزوج هنا، كاين اللي مات هنا الله يرحمه، كاين الناس اللي كما قلنا الذكريات ديالهم هنا، الناس اللي كما قلنا وصلوا واللي كملوا الدراسه ديالهم، واللي كما قلنا ربي يسر لهم في الحياه ويسر لهم يعني في الاعمال وفي الدراسه وفي كل شيء، كذلك هو مثال كما قلنا مشاهدينا متابعينا راه تا هما عندهم ذكريات في هذا المكان هذا. كاين اللي منهم مشى منذ سنوات يسر لي الله الامور في الدراسه وقدر الله انه يمشي لمكان اخر ويعيش عيشه محسن، وكاين الناس اللي ما الظروف ما سمحاتش، ولكن اليوم جا الفرج، هاد الناس غياخذوا الاستفاده ديالهم وغيودعوا السكن الصفيح بشكل نهائي. كما قلنا السيده اللي كانت كتصور يعني اكيد غتصور الذكريات التاريخ ديالها هنا، الطفوله ديالها هنا، وعده امور الله يدير لي فيها الخير. مشكورين السلطات اللي تواصلوا يعني بشكل مباشر مع الساكنه وبطريقه انسانيه، حيت كما قلنا كما كان الحال هاد الناس تا هما يستاهلوا يعيشوا عيشه محسن. القائده جات تواصلت الساكنه، ما كاينش يعني امتناع على العمليه ديال الهدم، كل شيء يعني كيهز الرحيل ديالو بشكل عادي. الله يدير لي فيها الخير. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا متابعينا، على ما نلقاكم.